السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لبس عليكم صحيح على باس. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ان شاء الله مع كيكه المقلات. كتجي صراحه روعه، كتجي هشيشه وسهله التحضير وفي ساعه كتوجد على بركه الله. بالنسبه للمقادير، غادي نحتاجوا قبيصه ديال الملحه، واحد البيضه، واحد الخماره، ونحتاجوا كذلك نصف كاس زيت، نصف كاس سكر، كأس حليب، دائما العبار بكأس ديال العنبة، كأس ونصف الدقيق، الفرص. أول حاجة على بركة الله غادي نوضع السكر، قليل من السكر في المقلات، هنا غادي نحتاج واحد جوج بنانات او موز، غادي نقطعهم وغادي نفرشهم في المقلاة ديالي فوق السكر. تقدروا ديروا اي فاكهة بغيتوا حسب الاختيار ديالكم، حسب الذوق. خاص ضروري تكون مقلاة طفال ما كتلصقش. تقدروا تدهنوها بالزبدة، انا ما دهنتهاش، انا درت سكر بلاصه الزبده. تقدروا تدهنوها بالزبده، السكر كيعطي مذاق زوين للموز، كيتكرمل كيولي صراحه زوين. هاد الكيكه كتجي هشيشه وسريعه التحضير، كتوجد في الساعه، عندك 20 دقيقه هي وجدت الكيكه معاك. بالنسبة للموز تقدروا تعصروا عليه واحد الحامضة وتخليوه غي هكاك حيت غادي يطيب. ضروري تنقصوا على المقلاة ديالكم مزيان مزيان، تنقصوا عليها يعني تكون درجة الحرارة متوسطة متوسطة فوق الفرن، ماشي داخل الفرن. هذه كيكة المقلات. هنايا غادي نحتاجو لواحد البيضة، غادي نضرب البيض مع السكر، غادي نضربهم حتى كينسجمو مزيان مع قبيصة ديال الملحة، وكنضيفو بقية المقادير ان شاء الله. هانتوما معايا ان شاء الله. كنضيف قليل من قشرة البرتقال معسلة، تقدروا ديروا قشرة اليلي ديال الحامض او ديال البرتقال، كيجي مذاق رائع، كيعطيها مذاق زوين، او تقدروا تستغنوا عليهم وديروا الفاني. غادي نطربوا كل شيء ان شاء الله مع التحرك.
الخليط كيجي ما كيجيش ثقيل، كيجي يعني خفيف، يعني كيكون ما خفيف ما ثقيل. هنايا كنضيف معلقه نتاع الخل. الخل عنده حتى هو دور كيخليها منفوخه كتنفخ، وكيعطيها واحد الهشاشه كتكون هشيشه. الكيك ديالنا الخليط ديالنا كيكون بحال هذا الشكل، ما كيتقطعش، ولا كان كيتقطع راه الخليط ثقيل اكثر من القياس. هكا خاص يكون الخليط يكون خيط. هنايا يا على بركة الله وجد لينا الخليط ديالنا. غادي نضيفوه فوق الموز، في المقلاة كنوزعوه على الموز ديالنا حتى كنغطيوه كامل. وإلا كانت عندكم شي غطاية نتاع الزاج او غير مقلة، تقدروا تغطيو مقلة بمقلة كيما درت انا. انا غطيتها غير بالمقلة يعني فوق الفرن، خليتها حتى تنفخات مزيان تنشفات من الفوق، عاد قلبتها، عاد قلبتها في المقلاة. كتجي بحال هذا الشكل. هنايا راه وجدت، راه ناشفه، غادي نقلبها على هذا الوجه باش تحمر. كتجي بحال هذا الشكل، هذا هو الظهر نتاع الكيكه ديالنا، كتجي صراحه رائعه. وهنايا غادي نزينها بالسيرو نتاع الرمان، غادي تحتاج واحد المعلقه، تقدروا تزينوا باي حاجه بغيتوا او تخليوها غير هكاك. غادي نضيف له شويه ديال الماء ونخليه فوق الغاز حتى يتطلق ليا شويه. الكيكه ديالي وجدات صراحه، وكيكه المقله كتجي صراحه زوينه وسريعه سريعه. تقدر توجدوها يعني في دقائق، تقدر توجدوها. هو يعني راه الفرن، راه ماشي كلشي كيكون عنده الفران. تقدر تكون سالات البوطه، تقدر تكون المهم كتلقاو المقلات ديالكم راها واجده. هنايا كنقول لكم الصحه والراحه، و الى عجبتكم هذا لا فيديو هذا ما تنساونيش باللايك والاشتراك في القناه ديالي تشجيعا منكم فضلا وليس امرا. ومرحبا بالتعليق ديالكم كيف ما العاده، وجزاكم الله خيرا.